كارما سليم هي ليها عين كمان تتصل وتقدم بلاغات. بلاغات مين يا باشا؟ دي واحدة عايزة تتشفى وتطلع لسانها من بعيد لبعيد. يا ريت يا أيمن، يا ريت تعمل كده، يا ريت تطول لسانها وتغلط بكلمة واحدة في مكالمة زي دي، وأنا إن شاء الله هقطع لها لسانها وعلقه في وسط البلد. ومفيش أعز من كده فضيحة، لما الداخلية تهل وتشوف الفيلا اللي الأستاذة أخدتها من جابر الكومي عشان تطلع ابنه بخطأ في إجراءات المحضر. ده حقي، دي أتعابي، أنا خدت الفيلا دي أتعابي القضية، ولعلمك أنا ما طلبتش منه حاجة، هو اللي اديها لي بكامل إرادته. يا ستي أنا مصدقك، بس يا ترى الصحافة هتقول كده؟ ولا هتقول إن الأستاذة صاحبة الشرف والمبادئ قالت لجابر الكومي بص أنا الحل عندي، إنما هاخد قصاده دم قلبك. ألو؟ أيوة. ألو؟ ألو؟ أيوة يا فندم. مع حضرتك كارما سليم. أهلا يا أستاذة، مبروك يا ستي. أشكرك سعادتك. مبروك على إيه يا فندم؟ يعني مش عارفة مبروك على إيه؟ مبروك على العبقرية والنباهة اللي طلعت بيها تاجر مخدرات من الأشغال الشقة. يا فندم أنا أشكر سعادتك على تقديرك جدا، أنا أشكر سعادتك خالص يا فندم. عموما الجايات أكتر من الرايحات. قالوا لي إنك عايزة تقدمي بلاغ. أيوة. لأ يا فندم لأ، هو الحقيقة يا فندم مفيش بلاغ ولا حاجة، أنا بس عرفت إن حضرتك اللي كنت بتشرف على قضية ابن الكون، وعلشان كده أنا حبيت يعني أقدم لشخصك اعتذار عن طريقتي في المرافعة. حضرتك أكد إن أنا ما أقصدش أي إساءة للداخلية يا فندم. مفهوم يا أستاذة مفهوم. أنا أشكر سعادتك جدا، وإن شاء الله إن شاء الله هنتقابل قريب وفي ظروف أفضل من كده بكتير يا فندم. أشكر سعادتك، مع السلامة.